2:30. عزيزي المشاهد، في ناس بتقول إن بولس الرسول بيقول إن الخلاص بالإيمان بدون أعمال، ولما يجي يقروا في رسالة يعقوب نلاقي يعقوب بيقول لا، بالأعمال مش بالإيمان. طب إيه الحكاية؟ هو بالأعمال ولا بالإيمان؟ الخلاص ده بإيه؟ كلام بولس ويعقوب عامل زي الكلام ما تبص لوجهي عملة واحدة. بولس الرسول بيتكلم من جهة ربنا، ربنا هيغفر لي أنا إزاي؟ بالنعمة، والنعمة دي اللي معناها عطية أو هبة مجانية لمن لا يستحق. واحد ما يستحقش أنا هديله ببلاش، ومحدش يقدر يقول إن يسوع رب إلا بالروح القدس. علشان كده بيقول مش عشان أنت عملت خلصت، لا، أنتم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك الخلاص ليس منكم بل هو عطية الله. يبقى بيتكلم من ناحية ربنا بيحاسب إزاي. يعقوب بيتكلم من ناحيتنا أنا وإنت، حضرتك تعرف إن أنا مؤمن إزاي؟ تصدق إيه إن أنا لما أقولك أنا مؤمن تشوف إيه؟ الإيمان حاجة قلبية جوه ما يشوفهاش إلا ربنا. طب أنت تعرفني إزاي إن أنا مؤمن ولا لأ؟ من أعمالي، أعمالي اللي هي ثمر إيماني. إذا كان الثمر جيد يبقى فيه إيمان، ومن غير الثمر ده مش ممكن أقنعك إن أنا مؤمن. يبقى من الثمر بعرف البذرة دي بتاعت إيه. يبقى الإيمان اللي جوه عشان أنا وإنت نعرف بعض بالأعمال. إذا كانت أعمالي صالحة يبقى أنا عندي إيمان، أعمالي لأ يبقى مفيش. يبقى الاتنين زي بعض بس بيتكلموا وجهي عملة واحدة، مش كده ولا إيه؟